في بداية الفيديو نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم جديد القناة دائما. نقدم لكم متابعي كرة القدم في كل مكان، تردد قناة مفتوحة على النيسان، تنقل مباراة مصر وروسيا الهامة بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم روسيا 2018 التي تقام يوم الثلاثاء 19 يونيو 2018. وصلت بعثة المنتخب المصري إلى مدينة سان بطرسبرغ استعدادا للقاء نظيره الروسي في 9 مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم على ملعب كريستوفسكي. وتغنت الجماهير المصرية بالنجم محمد صلاح فور وصول البعثة لمقر إقامتها في مدينة سان بطرسبرغ، وقامت بتحية الأرجنتيني هكتور كوبر مدرب الفراعنة. ومن المقرر أن يؤدي المنتخب الوطني تدريبه الأخير في 7:30 مساء الاثنين بتوقيت سان بطرسبرغ على الملعب نفسه، ويسبقه مؤتمر صحفي للمدير الفني للمنتخب فيما يعقد الاجتماع الفني للمباراة في 2:00 ظهر اليوم ذاته. وكان محمد صلاح قد غاب عن صفوف المنتخب المصري في مواجهة أوروغواي بقرار من المدير الفني الأرجنتيني هكتور كوبر، أرجع فيه السبب إلى عدم رغبته في المخاطرة باللاعب العائد مؤخرا من الإصابة. ويغيب صلاح عن المشاركة في المباريات منذ إصابته في الكتف التي تعرض لها خلال مشاركته مع ليفربول الإنجليزي في مواجهة ريال مدريد الأسباني بنهائي دوري أبطال أوروبا في 26 مايو الماضي. ودخل صلاح في سباق مع الزمن للتعافي في الوقت المناسب استعدادا للمشاركة بالمونديال، وتعافى بالفعل من الإصابة كما استعاد لياقته، لكن كوبر فضل التمهل في الدفع به في مباراة روسيا. ويعلق المنتخب المصري وجماهيره آمال عريضة على صلاح الذي سجل 44 هدفا خلال 51 مباراة مع ليفربول في الموسم المنقضي الأول له ضمن صفوف الفريق الإنجليزي. سوف تنقل البث المباشر للمباراة قناة بين سبورت اتش دي المفتوحة على القمر الصناعي النايل سات وتردداتها كما يلي. والآن مع أحدث تردد لقناة بين سبورت اتش دي المفتوحة القمر الصناعي نايل سات، التردد 12474، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، والتشفير مفتوح. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.